هذا شيء أساسي كمان للكوليكس أكثر من قصة موتيفيشن. هذا الشيء بيطلعنا من جو ستريس الشغل وان ميم تايم بعرفنا على الموظفين تبعونا ونقرب الموظفين لبعض. هيك ايفنتات بتخليك توصلي لهالمحلات ينشأ قصص بيرسونال يعني أكثر. بس اقدر وصل هيدا التريننج ونشتغل على الشخص وهالشخص يتقدم ويوصل لمراكز اعلى، هيدا بعتبره من الانجازات اللي بنعملها بشغلنا. بالاخطاء وقت تعملي غلط بترجع بتشوفي وين انا عملت غلط، برجع بشوف كيف بقدر اصلح هذا الغلط او ما ارجع اعمله مره ثانيه. بشغلي يعني كل ما يكون في شيء بوزيشن او شيء عم بشتغل عليه وانجح فيه ويمشي الحال وكل شيء يكون بوزيتيف بقيم حالي. You lead by example، يعني ما تستعملي باد كريتكس لشيء عاطل صاير، بالعكس حاوليه لأن بوزيتيف مانر، هن بيصيروا يتعلموا منك وبيصيروا يشوفوا انه كل شغله اسود وابيض في الاثنين واثنيناتهم هن اللي بخلوك تكفي. هو انك تسابري تعطي من قلبك وتحبي شغلك وهذا هو النجاح. هو وقت توصلي تكوني حاطه هدف قدامك وتوصلي لهذا الهدف، هيك بتكون عرفتي انك عملتي شغلك بنجاح ونجحتي فيه لاقصى الحدود.